السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري المشاهدين ديالي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير على ألف خير وانتم كتشاهدوني. اليوم غنشارك معكم روتيني البسيط جدا، نتمنى تقبلوا عليا وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم في القناة إلى عجبكم، ودعموني ان شاء الله باش نحاول ندير المزيد ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا معايا دابا كنشطب، درت هذيك الشيته ديال الحوايج باش نحيد من هذيك الزربيه الخامله، كتجمع بزاف ديال الخامله والله الا عذبتني. ولكن بقى ندير هذيك باي باي ما تتحيد ليا حتى شي حاجه، ولكن انت دير هذيك الشيته تتحيد من بعد كاين هذيك الخامله كتلصق فيها. مهم كما كتشوفوا هانتوما معايا وتبعوني لاخر الفيديو، ما تنساونيش من الدعم ديالكم وراكم عزاز وغاديين. دابا غادي نشارك معاكم واحد الشرموله ديال البطاطا والدنجال، كتجي زوينه صح معقوله وما تستغناوش عليها، كتجي فنه بنينه بزاف. بقاو ديما ديروها، انا كتعجبني صراحه، انا راه مره تنديرها زوينه بزاف. المهم هنايا عندي البطاطا كتشدوها تقطعوها هكا بحال الفريش، ولكن كتكون كبيره شويه. وهذا عندي الدنجال، اقدر اللي بغيتو على حسابي شحال نتوما من واحد. المهم شاد الدنجال كتشدو تقطعو بحال هكا، تا هو كبير شويه. كتشدو المقله ديال هاهي عندي هنايا المقله ديال المسمن وداك البطبوط ثقيله، كتشدو دير فيها زيت العود كتخليه يسخن. هانتوما كما كتشوفو راه طالع سميتو داك البخار ديال السخونيه، كتشدو كتخليه يسخن مزيان صافي. كديرو هاد البطاطا، كتشدو البطاطا كديروها في المقلة. كتبدا كديروها
عندي الشاطة اللي عندي كل ما عندي شوية الهريسة شوف بقى فلني كبيرة عندي شوية الهريسة مكتر شوف الهريسة الكامون صافي شوية الملح لقد اردت ان اكون تشدوها كتغطيها غطيها في الصينية باش كيرجع لها الوخا البطاطا راه غير كطيبة يمكن ديروها اللولة كيما كتشوفو المهم مني غادي طيب لينا البطاطا غنزيدو عليها الدنجال ديالنا إذا كنت عندكم القرعة بغيتوها أنا مكتعجبنيش مبغيتش نديرها ديروها تا هي راه كتجي زوينة بزاف وكيجي داكشي محمر وزوين والله ما تقنع منها المهم هانتوما معايا هاي البطاطا ديالنا طابت كما كتشوفوها بدات كتدخل الطياب هادشي اللي باغي كطيب غادي كحزها شويه في الجنب وغادي نديرها الدنجال شكلها بدات كتحمر كتجي زوينه صراحه كنجربو كنطيبها هكا شويه في الجنب هكا كنبغي ندير شويه شويه في الدنجال الدنجال راه كيدوب شويه ديال الزيت راه غيشرب دغيا نزيد واحد شويه ديال الزيت العود صافي غنسدو عليه شويه الله طالعة منو كتشهي زوينة الصراحة المهم تاني غنسدو عليها غنبقا نطيبو في هداك الدنجال لي عندنا تيسالي وغنخلطو كلشي هانتوما معايا وغنشوف كيفاش غندير ليه دابا راه حيدت البطاطا طابت البطاطا راني حيدتها باش ما تعجنش ليا ودابا درت هذاك الدنجال اللي بقيت هو غنجيب بحال البطاطا غندير فيه واحد شويه الحار والكمون وشويه الملح المهم اللي ما عندوش زيت العود يقدر يدير الزيت العاديه ولكن بزيت العود كتجي واحد المذاق صراحه واعر وزوين بزاف وكيجي داكشي بنين المهم انا درت هذاك الدنجال تا هو غادي نزيد نزيد عليها غير شويه مع غنخلطو مع البطاطا ما نكثرش باش يجيني حار ندير شويه ديال ما نجاش بزاف ديال الحار صافي شوفو غادي نسد عليه باش يطيب نبقى مرة نقلبوه باش ما يطيب لينا نخلطوه مع البطاطا هانتوما الشرمولة ديالنا وجدات كما كتشوفو كتجي محمرة جات زوينة وبنينة بزاف درت فيها الربيع قطعتو وشديت خلطت كلشي الدنجال والبطاطا ودرت شوية الزيتون غير زوقتو بها ولكن الصراحة جات بنينة بنينة بزاف هانتوما كيما كتشوفو راه اللون ديالها كيشهي ولكن داك تهلاتها فنة ودابا غادي نعمر واحد البريريت ديال الشيبة وبالصحة والراحة ونتمنى يعجبكم الفيديو والسلام عليكم.